السلام عليكم. وعليكم السلام، ازي حضرتك يا شيخ؟ طيب والحمد لله. لو سمحت كنت عايزة نصيحتك في أمر كده ملخبطني. أنا ورثت مبلغ من المال يكفي إن أنا أطلع بيه عمرة دلوقتي، أنا متزوجة بس ممكن أوفر يعني إيه زي رفقة آمنة نكون حريم مع بعض وكده، وفي نفس الوقت أنا اعتمرت وأنا صغيرة فقلت أحوش على المبلغ لحد الحج وأحج، بس انا مش عارفه هل انا يعني عرفت انه بالقرعه ممكن ما اطلعش حج حاجه مش مضمونه. انت حجيت الفريضه ام لم تحجيها؟ لا ما حجيتش فريضه بس اعتمرت واتحسبت لي، فانا في نفس الوقت يعني ممكن اعتمرت واتحسبت لك ايه يعني شو؟ انا اصلا اعتمرت وانا يعني وانا كبيره بعد البلوغ يعني. ايوه، لكن الان يعني انت تريدين ان تدخري مالا كان مخصصا للعمرة للحج وأن تزيد عليه، ما في أي مشكلة. طيب المشكلة إن أنا لو ما طلعتش أو لو يعني لو ما جاتليش القرعة بالحج أنا في أول حياتي، يعني أنا ممكن بقى المفروض إن أنا أخلف وأحمل وكده، فمش عارفة بقى بعد كده هحج إمتى. لا ما فيش مشكلة، إذا قدمتي لك عذر أمام الله إذا لم تقبلي. والفلوس هتتصرف وكل حاجة، مش هيبقى بقى مش عارفة هحج إمتى تاني لا بقى. مش هتنصرف ان شاء الله، خلي امك تاخذها منك وتنهالك لك، لكن ان شاء الله تقبلي في الحج من امنيتك باذن الله. الحج في الوقت ده انا هطلع لوحدي يعني هيبقى عادي؟ الحج جائز عند جمهور العلماء بمفردك مع الرفقه الامنه. ان شاء الله يبقى في رفقه. الجمهور يجوزون، الجمهور يجوزون. شكرا. طيب انا لو انا الحج لا قدر الله ما جاريش يبقى انا كده يعني ولا اعتمرت ولا حجيت، ولا اعمل ايه؟ اقول لك بس يعني ولا اعتمرت وقلت لي اجرك ثابت لان ربنا عالم بك انك لماذا ادخرت الاموال، ليس بخلا. يعني ما اخدش مثلا بخير الا بر عاجله واطلع عمره وخلاص. والله انا نصحتك لان الحج ركن من اركان الاسلام. كنت سمعت حضرتك فتوى ان ما دام الفلوس جت معايا يبقى هي وجبت عليا الحج يعني. الله يسلمك، شكرا.